لو كنت محلك سيد حقي كنت بأوصل لأكرم. هلأ الريس خضر بيحب يقلك عن طريقي أنا يصير صلح ونترك الضرب والتكسير على جنب. أنت توثق في كتير لخضر يا يشار؟ أخوه بيكون صديقي ولحد هلأ ولا مرة زعجني أو شفته عمل عداوة معي. ليش لحتى ما أوثق؟ بالحقيقة خضر ماله الشخص اللي ممكن تعمل اتفاق معه. وليش يعني؟ خضر مو من الزلم يلي بيعرف يختار مين بيكون صديقه ومين بيكون عدوه. مثلا انت ما عم تصير صديق لإلي وما عم تصير عدو، صح؟ فكرتي عنك ما تغيرت، لسه كلامك عليه القيمة ومعتبر لهلأ. إذا قلت بدك تعمل أي شيء بتعمله، وإذا ما بدك إياها ما بتعمله. بس طبعاً أكتر صفة بحترمها بحضرتك إنك ما ورطت الوحيدين التابعين لإلي بالشارع بالشغلات اللي بتعملها أنت لحد هذا اليوم. شكراً. من شان هيك خليته لخضر ياخد زلمتي ولا شو؟ ما فيك تقول خليت خضر ياخده، هاي تصفية الباقيين اللي بالنص واللي ما عم يتمالكوا حالهم وعم يحكوا هون وهنيك انهم الوحيدين وكمان انهم عم يشتغلوا بشغل حقي. من بعد هلأ اذا كان في اي حدا بدك تصفيه لا تتعب حالك، انت خبرني وانا رح صفيه. إذا هيك اسمع حقي، إذا أنت كمان بدك تورط أي حدا بأي شغلة لا تتعب حالك، قلي لإلي وأنا من دون ما تتعب معه أنت ببعته لمقبرة الوحيدين. شايف؟ هاي نحن عم نتفق منيح؟ أنا عم اتفق معها، بس هالشي مو ممكن مع خضر. أنا بصراحة ما بوثق فيه. هلأ مثل ما بتذكر أكرم هو اللي قوص عليك، هيك قلت يعني؟ بس أنت كل ما بتنمل إيدك بتتذكره لخضر. فكر شوي يا شار، إذا تقوصت بكتفك وقت اللي بينقص كتفك بتتذكر الرصاصة ولا بتتذكر القناص يلي قواص؟ لما قلت قناص وقلت زناد خطرت قصة ببالي. وفي معنى وقت لسه، خلينا نشرب شاي. تكرم تكرم يا شار، احكي انت بتحب تحكي قصص. جيبولنا كاستين شاي يا أولاد، هالقصة مو خيال، قصة حقيقية. مرة بيقولوا في حدا من رجال المافيا انه كان يختار قناصينه من الصم والبكم، يعني مشان لا يسمعوا ولا يحكوا شي. قام بعت واحد من هالقناصين لياخد أتاوي. راح هالقناص وبعدها شمع الخيط، قال لحاله هاد الزلمة وين راح؟ سأل عنه، قالوا له اللي كان بده يدفع الأتاوي مات. شو هالحكي؟ قالوا لك كيف بيصير هاد الشي؟ معقول ما نعرف؟ قال لهم روحوا جيبوا لي. والله راحوا هالأصم والأصم.